هنبدأ في الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة. تنس الطاولة طبعا من الرياضات خلينا نقول الشعبية هنا عندنا في مصر، والحقيقة مش بس في مصر، في كل أنحاء العالم. بنسعد بمجموعة كبيرة جدا من الضيوف وكل الوفود المشاركة، مشرفينا ومنورينا هنا على أرض مصر، وإن شاء الله إقامة سعيدة وبطولة ناجحة بإذن الله. أكثر من 22 دولة من جميع أنحاء العالم، 325 لاعب ولاعبة هيتنافسوا في كل المراحل السنية المختلفة. إن شاء الله نشوف مباريات قوية ممتعة ونستمتع بيها بإذن الله من خلال وجود حضراتكم ومشاركتهم. كل التحية طبعا لكل الإعلام المصري اللي موجود معانا النهاردة في المؤتمر الصحفي الخاص يعني انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة. طبعا احنا في ضيافة الكابتن معتز عاشور طبعا الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وبنسعد جدا بالوجه المصري المشرف جدا الكابتن خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد المصري. سعداء جدا ونيابة عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، وبنسعد جدا من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة السيد ماهر بن احمد مدير البطولة وعضو لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي. ان شاء الله بطوله ناجحه باذن الله. زي ما قلنا البطوله ان شاء الله بكره، بس قبل ما نتكلم رحب طبعا الدكتور محمد كردي رئيس الاداره المركزيه للاداء الرياضي لوزاره الشباب والرياضه، واحنا بنسعد دايما لما بيكون معانا وبيبقى دايما وش حلو علينا، ويمكن اي حاجه بالنسبه لنا كاتحاد تنس الطاوله بصراحه هو دايما مساند معانا ودايما بيبقى دايما جنبنا مع الاتحادات الاخرى طبعا اكيد جميع اي حاجه خاصه بالهيئات الرياضيه. برحب بالاستاذ ماهر بن احمد مدير البطوله ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تبقى بطوله ناجحه. يمكن ما برضه مش حلو علينا، اعتقد البطوله الافريقيه كانت في الجزائر، كان هو مدير البطوله وقريب الشهر اللي فات، والحمد لله مصر خدت البطوله وخدنا 6 ميداليات ذهب من 7، هو كان مدير البطوله يعني كان، فاحنا بنعتبر ان شاء الله المره دي برضه يبقى وش حلو علينا. الاتحاد الدولي، الساده الاعلاميين، الساده رؤساء الوفود العربيه ووفود الدول الشقيقه، طبعا في البدايه يسعدني ان اتقدم بكم في خالص تحياتي وانقل لكم تحيات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واعتذر سيادته عن عدم تمكنه من الحضور، وان شاء الله تكون بطوله مصر الدوليه بطوله ان شاء الله تكون على قدر استضافة مصر للعديد من البطولات الدولية. في الفترة الأخيرة مصر استضافت أكثر، في 4 سنوات الأخيرة مصر استضافت أكثر من 164 بطولة على مستوى العالم، بطولة دولية في مصر وبطولات عالمية، وفي الوقت الحالي عندنا بطولة مصر الدولية وبطولة العالم للرماية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مشاركة أكثر من 88 دولة. ومن الأسبوع الماضي كانت بطولة مصر الدولية ريش الطايرة، فده بيعكس قدرة جمهورية مصر العربية على استضافة العديد من الأحداث.